تعد قصة حب أحمد زكي وآل فؤاد من أشهر قصص الحب في الوسط الفني. بدأت علاقتهم أثناء تصوير مسلسل الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين، حيث صرح كل منهما الآخر بحبه، حيث إن أحمد زكي لم يحب في حياته امرأة غير هالة فؤاد اللي كانت بالنسبة له أطهر امرأة وأحن زوجة على وجه الأرض. وتم الزواج، ولكن لم تخلو الحياة الزوجية مهما كانت درجة حب الزوجين لبعض من مشاكل، فأحمد زكي كان بيغير عليها بشدة وطلب منها أنها تعتزل الفن للتفرغ له وللبيت، ووافقت على الرغم من حبها الشديد للفن. ولكن بسبب عصبية أحمد زكي وعدم صبره المشاكل كانت بتزيد، وكانت هالة كل لما تتعب وتزعل كانت بتروح لأبوها المخرج أحمد فؤاد وبتشتكي له، وكانت بتبكي، وهو بدوره كأب ما كانش بيتحمل زعل بنته وبكائها، فكان دايما هو العنصر السيء بينهم كما وصفه الماكير محمد عاشور، فكان بيتخانق مع أحمد زكي وبيوصل الأمر لمد الإيد والعنف، فما كانش بيصلح بينهم أبدا. وبعد سنتين وبعد إنجاب ابنهم الوحيد هيثم أحمد زكي تم الطلاق، وأكد أحمد زكي في أكثر من لقاء إنه ندم على طلاق هالة فؤاد، ووصف نفسه بالغبي لأنه ضيع حب عمره بلحظة عصبية وغضب. واستمرت علاقتهم برغم الطلاق، وتقدم أحد الأشخاص لطلب الزواج من هالة فؤاد وحزنت بشدة لحبها لأحمد زكي، وهالة فؤاد عرفت محمد عاشور بالكلام ده، وراح محمد عاشور لأحمد زكي وطلب منه إنه يردها لأنه عارف إن هما بيحبوا بعض. فرد أحمد زكي وقال له أنا لا حبيت ولا هحب حد غير هالة، ومش هرجع لها إلا لما أحمد فؤاد يموت اللي هو والدها. استغرب محمد عاشور وقال طب ايه علاقة احمد فؤاد بالموضوع ان انتوا ترجعوا او ما ترجعوش؟ قال له لان هو هيفضل يخرب علينا حياتنا وهيخلينا نسيب بعض مرة تانية. بعد كده اتجوزت هالة فؤاد لتاني مرة من رجل الاعمال عز الدين بركات. حزن جدا احمد زكي واصابه الاكتئاب، وغضب بشدة لما شاف ابنه هيثم حضر الفرح وكان شايل الشمعة لأمه. وبعد كده أصيبت هالة فؤاد باللوكيميا وقررت إنها تتوب وتترك الفن، وأهدت شنط المكياج بتاعتها للمكير محمد عاشور اللي كان شاهد على كل هذه الأحداث. ولما عرف أحمد زكي بمرض هالة فؤاد فضل يصرخ ويبكي بحرقة وحمل نفسه سبب مرضها. ورحلت هالة فؤاد، ولما عرف حاول الانتحار لرفضه فكرة عدم وجودها في الدنيا وعدم تقبله لهذا الأمر.